يعاني الشاب الياباني شوجو يوشيدا من مرض نادر يسمى داء المشبرقات أو أصابع الباتشيوبي، وهو تكوين العظم المفرط مع تضخم سماكة الجلد في أطراف الأصابع. يوشيدا عبر على صفحته في تطبيق تيك توك عن أن ما يعانيه هو حالة وراثية لاحظ ظهورها بسن 11، ما وضعه تحت ضغط المضايقات في المدرسة، وشعر بأن الفتيات يشعرن بالاشمئزاز منه، فبات منطوياً على ذاته ومنعزلاً. لكن مع تقدمه بالعمر حلم بأن يكون مصفف شعر محترفاً، فكان لزاماً عليه التصالح مع حالته الفريدة. يوشيدا استغل حجم أصابعه ليجعلها مصدراً ملهماً لعمله، فبدأ بزيارة صالونات تجميل الأظافر للحصول على تصاميم فكاهية وملونة تعكس شخصيته وثقافته، ليجذب بثقته بنفسه الفتيات التي يتصارعن الآن على حجز موعد في صالونه، بل وصل الأمر لتلقيه طلبات بشكل خاص كي تخضع الفتيات على يديه لتدليك الرأس وقصة شعر. يوشيدا حقق حلمه بنجاح باهر وحصد ما يقارب 250 ألف متابع، بل أصبح أيضاً رمزاً بين الشباب ودليلاً عملياً على أن الاختلاف ليس عيباً بل قدرة فريدة تميز صاحبها.